وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ شلونكم؟ بألف خير. رجعت لكم اشوفكم مقطع جديد، يعني شايفين الفرحه من الذال الذان. واخيرا والحمد لله احنا في نهايه او في تحديات الاسبوع ال 12، اخر اسبوع، وان شاء الله الثلاث الجاي بيكون عندنا اللي هو السيزون الجديد ان شاء الله، يعني ضايل خمس ايام ومخلص هذا السيزون. ويا شباب ما تطمنوا، قبل لا تقطعوا شيء يا شباب ازعمونا، اشكركم، صلوا على النبي، بعدين ازعمونا وخضعت على زر الاشتراك، لايك المقطع، فعل الجرس، كمان لا تنسوا تستخدموا كود الايتم شوب شيش الظاهر امامكم. خلينا نبلش على طول. وطول هذا التحدي بحكي لك يا شباب، قم بتصنيع مسدس. زي ما شفتوا اول شيء بتقدر تصنع مسدس باكثر من طريقه. الطريقه الاولى انك بتروح تنزل هذيك المنطقه، بتروح تاخذ معك مسدس وتقوم بتصنيع، عليك تقوم بتصنيع ثلاث مسدسات كنفس الجيم او اكثر من جيم. بعد ما تقوم بتصنيع هاي المسدسات، قبل ما تقوم بتصنيع هاي المسدسات بتاخذ مثل ما انا اخذت اول مره. شو اخذت؟ اخذت اللي هن هاي القطع الحديد عشان تقدر تقوم بالتصنيع. وفي عندك الطريقه الثانيه اللي هي انك بتروح تاخذ كمان هون مسدس، تيجي هاي المنطقه تقدر تاخذ العظام. يعني اذا كنت لقيت ناس ماخذين غاده اللي هي الحديد، تقدر انت تيجي هون وانك تروح تقتل الحيوانات الموجوده هون، تاخذ من هاي العظام وتقوم كمان بتصنيع المسدس مثل هيك بالضبط. مثل ما راح اساوي، خلينا نساوي على السريع سريع. صور 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 سرعة. بناخذ العظام مثل هيك وتقوم بتصنيع المسدس. زي ما حكيت لكم عليكم تصنيع ثلاث مسدسات وبس يا شباب. هيك عن المقطع اليوم، لازم تعملوا فرضات على زر الاشتراك، لكن المقطع فعل الجرس، فاشوفكم فيديو مقطع جديد ومع السلامة. Peace.